إذن الله هنا يأتي في هذه الصورة لكي يصحح هذه الفكرة لهؤلاء الناس. إذن قبل أن نخوض في معاني الآيات وأن نتدرب عليها، سنعود لاستدراك القاعدة التجويدية الموجودة في هذا الجزء. أتعرف القاعدة التجويدية وأطبقها؟ مغفرة. إذن مغفرة. وأسروا قولكم. أرقق الراء لأنها جاءت مسموقة بكسر لازم. إذن في هاتين الكلمتين الراء كتبت مسبوقة بكسر لازم. ما هو الكسر اللازم؟ هو أن قبلها حرف مكسور بحركة لا يمكن تغييرها من خلال مثلا العلامات الإعرابية. نحن نعلم أن العلامات الإعرابية تتغير في أواخر الكلمات، وهنا الفاء مكسورة والسين مكسورة، فهي لا تتغير، هي ثابتة دائما في هذه الآية الكلمتين، وبالتالي ترقيق الراء هو شكل شيء ضروري. مثال، سنأخذ مثالا آخر من سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. إذن يا أيها المدثر، بالنسبة لكلمة المدثر فنلاحظ أن الراء يسبقها مثلا كسر لازم، ثم فأنذر ثم كبر الباء مكسورة، ثم ثيابك فطهر هر الهاء كذلك مكسورة، وهذه الراءات مسبوقة قلنا بكسر لازم لا يمكنه تغيير، لا يمكننا تغييره، لا يتغير في آيات أخرى. من رزقه. إذن من رزقه، هنا سنقارن. أرقق الراء لأنها جاءت مكسورة. إذا كانت الراء كذلك نفسها مكسورة فيجب ترقيقها. إذا أتعرف معاني بعض الكلمات، إذا سنبدأ كذلك بالمعجم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. إذا يخشون ربهم بالغيب، ما معنى يخشون؟ بمعنى يخافون الله في الغيب، بالغيب عفوا، يعني في السر، إذن في قلوبهم ولا يجهرون بذلك. اللطيف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن كلمة اللطيف وكلمة الخبير ذكرتا في آية واحدة ولهما معنيين مختلفين. إذن اللطيف بمعنى العالم بدقائق الأمور وخفاياها، ثم الخبير أنه المطلع على ظواهر الأشياء وبواطنها. إذن اللطيف عالم بدقائق الأمور، والخبير مطلع على ظواهر الأشياء، إذن الأشياء الصغيرة والأشياء التي لا تظهر فالله يعلمها. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. إذن جعل لنا الأرض ذلولا، إذن معنى دلولا بمعنى ميسرة لنستقر عليها، لنسكنها، لنعيش فيها. مناكبها. إذن فسيروا في مناكبها بمعنى في طرقها. يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إذن الأرض تمور، ما معنى تمور؟ يعني تتحرك وتضطرب، وهذا غالبا ما سيحدث يوم القيامة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث، أو الله سبحانه وتعالى يتحدث من يتحدث الكفار بإعطائهم مثالا عن الطيور التي تبسط أجنحتها وتقبضها في عملية الطيران، وكلنا نعلم أن في تلك الحقبة كان من ثالث المستحيلات أن الأشياء التي تطير هي من فعل الله بطبيعة الحال. ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن في الهواء
إلا الرحمن، الرحمن الذي أوجد لهم، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد لهم الريح الذي يمكنهم من الطيران، وخاصة الطيران الشرعي الذي درسناه في النشاط العلمي. إذن ما يحفظها من السقوط إلا الله، إذن الله يوفر شروط للطيران. بل لجوا في عتو ونفور. إذن لجوا في عتو ونفور، بمعنى الكفار تمادوا في كفرهم واستكبارهم. إذا ما طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا فهو رفضوا الدعوة وتمادوا في كفرهم واستكبارهم، يعني هذه الحجة التي سيواجهون بها غدا يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. إذا أبني تعلماتي، هنا سننتقل إلى التطبيقات التي سنحاول من خلالها أن نركز المفاهيم التي وردت في سورة الملك الجزء الثاني. إذن أنسب لكل معنى الآية التي تدل عليه. إذن ننطلق من الآية 12 إلى الآية 22. إذن أنسب لكل معنى الآية التي تدل عليه: يسر الله الأرض للإنسان ليستقر عليها، الفكرة الأولى. ثم الفكرة الثانية: من الذي يمسك الأرض في هذا الفضاء الرهيب، الفضاء الكبير اللي هو الكون؟ ما القانون الذي يحفظ الله به الأرض من الخسف والسقوط؟ إذا الخسف هو معنيته السقوط، أن يخسف الأرض، أن يجعلها تسقط، أو أن يجعلها كما أن تختفي كما نرى في خسوف القمر عندما يختفي ضوء القمر أو صورته. إذا لمصلحة من يسر الأرض وجعلها دلولة، إذا لمصلحة من يسر، بمعنى يسر جعلها يسيرة وجعلها ذلولة، ذلولة يعني كذلك يسيرا، يسير عفوا. إذن يسر الله الأرض للإنسان ليستقر عليها ليسكنها. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن إليه النشور يعني إليه الرجوع في يوم الحساب. من الذي يمسك الأرض في هذا الفضاء الرهيب؟ أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إذن في هذه الآية يتحدى الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار ويضعهم أمام حقيقة يمكن أن تحدث، أنهم لا يضمنوا أي شيء في هذه الدنيا، فالزلازل كما نعرف أنها كانت تأتي وتقتل آلاف البشر. إذن ما القانون الذي يحفظ الأرض، يحفظ الله به الأرض من الخسف والسقوط؟ سنرى. أولم يروا إلى الطير فوقهم كذلك الطيران بالنسبة ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إذن كذلك يحفظ الله الأرض من السقوط بإعطائنا مثالا كذلك عن الطير التي تطير وتتحدى قانون الجاذبية. لمصلحة من يسر الله يسر الأرض وجعلها ذلولا. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن جعلها للإنسان، جعلها للإنسان، جعل لكم الأرض إذن ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني في طرقها، وكلوا من رزقه، وكذلك وفر فيها الرزق من طعام وماء وحيوان ليأكل الإنسان ما يشتهي من لحوم وإليه النشور. ثم سيعود الإنسان أو كل هذه الأشياء ستعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أكون مما يلي جملة مفيدة. إذن إمساك الطير قدرة الله، العبادة دليل على
وإنه وحده يستحق في السماء. إذن هذه كلمة الجملة والمبعثرة ليست لها معنى، فالمطلوب وأنني أن أرتبها ترتيبا صحيحا حتى يصبح لها معنى مفهوما. إذن ما هي أول كلمة أو أول جزء سأبدأ به هذه الجملة؟ إذن جوابك صحيح، سنبدأ صديق التلميذ بالكلمة الأولى وهي إمساك الطير. إذن إمساك الطير سيتبعها ماذا؟ إمساك الطير هو ماذا؟ إمساك الطير هو في السماء، سيكون في السماء وليس في الأرض. إذن إمساك الطير في السماء، ما هو إمساك الطير في السماء؟ صحيح، هو دليل على ماذا؟ دليل على هل على قدرة الله أو العبادة أو أنه وحده؟ صحيح، سنقول دليل على قدرة الله. ثم دليل على قدرة الله العبادة وأنه وحده، دليل على قدرة الله وأنه وحده صحيح، يستحق ماذا؟ يستحق العبادة بطبيعة الحال. إذن سنكبر هذه الجملة ونعيد قراءتها. إمساك الطير في السماء دليل على قدرة الله وأنه وحده يستحق العبادة. إذن أظن أن المعنى أصبح مفهوما والجملة مرتبة. إذن من خلال القرآن في درس القرآن الكريم التزكية سنتعرف على محور مواضيع سورة الملك. انتهينا الآن من سورة الملك، ومحور المواضيع هو كالتالي: ما هي الأفكار التي ذكرت أو أثارها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة؟ إذن تعالج سورة الملك موضوع العقيدة في أصولها الكبرى. إذن الأصول هي الأركان الكبيرة للإيمان واليوم الآخر. ثم سنقول وقد تناولت أهدافا رئيسية ثلاثة، وهي ما هي هذه الأهداف الرئيسية الثلاثة؟ إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء والإماتة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت. إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، أن الله وحده هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي وحده يسيره. الفكرة الثالثة، ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور. إذن يبين في هذه الصورة العاقبة، إذن مآل ماذا سيؤول إليه من هم الجاحدون هم الكفار للبعث. إذن الذين يكذبون بالبعث أن الإنسان يموت ولن يبعث مرة ثانية، إذا متنا وكنا عظاما إذن هل سنبعث من جديد؟ كانوا يكذبون هذه الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى قادر على إحيائهم مرة أخرى. النشور هو أنه سينشرهم في الأرض بعد إعدادها للحساب. الآن سننتقل إلى سورة المرسلات الجزء الأول من الآية 1 إلى الآية 24. إذن نستمر في نفس المرجع اللي هو المنير في التربية الإسلامية. أهداف التعلم، إذن أن أرتل الآيات وأتعرف معانيها وأحفظها، هذا درسناه في درس القرآن. ثم أن أعبر عن إيماني بقضاء الله وقدره. إذن سورة المرسلات فيها جانب من جوانب القدر والقضاء والقدر. أن أعبر عن تجنب للظلم لأن الله قادر على إهلاك الظالمين. إذا الإنسان يجب أن يتجنب الظلم وقيام الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى ونهى عنها. إذا أتساءل قبل أن أتعرف على مضامين هذه الجزء من الصورة، ما أهمية الإيمان بقضاء الله وقدره في حياتنا؟ إذا أهمية الإيمان، إذا أتعرف القاعدة التجوية وأطبقها قبل أن نبدأ في هذا الجزء. والناشرات نشرا أراقق الراء لأنها جاءت مسبوقة بكسر لازم. إذن كما شاهدنا في الجزء الأول من سورة الملك أن هنا الراء ترقق ولا تفخم لأنها مسبوقة بماذا؟ بكسر لازم، الكسر الذي لا يتغير من خلال الوضعية الإعرابية. فالفارقات فرقا
أُنزِلَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ تُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. أُرَقِّ قُرَّاءَ لِأَنَّهَا جَاءَتْ مَكْسُورَةً. إذن كما شاهدنا في الجزء الثاني من سورة الملك أنها عندما تكون الراء مكسورة إذن فكذلك ترقق وليس ما قبلها. عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. إذن عذرا أو نذرا إذن هنا كذلك الراء فخم الراء ولا أرققها. إذن لماذا فخمنا الراء يعني غلظناها يعني بمفهوم ديال القراءة؟ إذن لأنها مسبوقة بسكون. إذن عذرا وليس هو هذا السكون ليس سكونا ميتا يعني ماشي مد السكون أصلي. عذرا أو نذرا لأي يوم نجلت ليوم الفصل. إذن هنا سنتحدث عن اللام. اللام أغلظ اللام في حالة الوقف. إذن أغلظ اللام في حالة الوقف وأرققها في حالة الوصل. ثم أرققها في حالة الوصل. إذن إذا كانت في وسط الآية فإنها ترقق وإذا وردت في آخر الآية فإنها تغلظ أو تفخم. إذن المعجم سورة المرسلات واحد أتعرف معاني بعض الكلمات. إذن ننطلق دائما من المعجم لأننا مطالبين في يوم الامتحان بأن نضع نعطي مثلا شرحا لبعض المفردات الواردة في هذه السورة. والمرسلات عرفا. إذن ما هي المرسلات؟ المرسلات هي الملائكة التي أقسم الله بها التي تنزل من السماء ويتبع بعضها بعضا. لماذا تنزل هذه الملائكة؟ لتدبر أمور الدنيا وتنظمها. عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. إذن عذرا أو نذرا إذن تنزل بالكتب حتى لا يكون للكافر عذر يحتج به وتحذر من العذاب الشديد في الآخرة. إذن تنزل بالكتب. إذن شنو هي الكتب؟ هي الكتب السماوية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا عيسى كالتوراة وسيدنا موسى والإنجيل. إذن هذه كلها كتب كان فيها ماذا؟ عذرا ونذرا. إذن لا يعذر المرء مثلا بجهله كما نقول احنا بجهل القانون، فكذلك الله لا يعذر الإنسان بجهله للقرآن والكتب السماوية. ففيها أخبر الإنسان بما سيجده غدا أمام الله في يوم الحساب. فإذا النجوم طمست. إذا النجوم طمست بمعنى ذهب نورها. إذا نحن نعلم النجوم كثيرة في الفضاء والكون وألفناها منذ بداية الكون، وفجأة إذا شاهدنا أن هذه النجوم قد ذهب نورها فهذا دليل على ماذا؟ على أن الله سيحدث تغييرا في الكون أو سينهي الحياة في هذه الدنيا. وإذا السماء فرجت. إذن السماء فرجت بمعنى فتحت وجعلت فيها شقوقا. إذن هذه من علامات نهاية الدنيا أو الكون أو الحياة. وإذا الرسل أقتت. إذن ما معنى أقتت الرسل؟ إذن جعل الله لهم وقتا محددا للقضاء بينهم وبين أممهم. إذن الرسل كذلك ستجمع مع أممها و سيكون لهم وقتا كذلك للقضاء يعني للفصل بينهم وبين أمم كل رسول. لأي يوم نجلت. إذن أجلت ليوم آخر. إذن لأي يوم أخر الله الرسل؟ أخرهم يعني أبقاهم إلى نهاية الدنيا وبداية الحساب. ألم نخلقكم من ماء. الله سبحانه وتعالى يتحدى هنا الكفار ويذكرهم بمصدرهم الذي خلقوا منه. ما هو هذا المصدر؟ هو خلقناكم من ماء حقير. معنى حقير يعني ماء الذي وإذا تركناه أو ترك كما هو
الأشياء التي نتناولها من طعام ولحوم إذا تركناها مثلا في مكان ما بدون ثلاجة أو هذا فإنها ستتعفن وتعطي رائحة كريهة. كذلك الإنسان فهو إذا مات فإنها تنبعث منه روائح كريهة، فهذا يذكرنا الله أننا بدون حياة وبدونه سبحانه وتعالى فإننا لا نساوي شيئا. فجعلناه في قرار مكين، إذن هذا جعلناه مستقرا أو مستقرا في رحم المرأة، إذن تكون الإنسان وخلق وصور في رحم أمه يعني في بطنها. إلى قدر معلوم، إذن إلى وقت محدد قبل أن يوجد الإنسان، إذن الله وضع لكل شيء وقتا وزمنا، وليست الحياة والدنيا والخلق أمرا يعني عبثا يعني يأتي بدون قوانين وبدون مواقيت. أقدرنا فنعم القادرون، إذن قدرنا خلق الإنسان على مراحل وأحسننا خلقه، أن الله سبحانه وتعالى في مراحل تكون الإنسان وهو جنين وهو نطفة وهو علقة وهو طفل وهو رضيع وهو شاب وهو رجل، فهذه كلها مراحل يمرها الإنسان، وفي كل مرحلة إذا نظرنا إلى الإنسان وشكله نرى هناك نوعا من الجمال، نوعا من الإتقان أبدعه الله في خلق هذا الإنسان الذي يمكنه أن يفعل أو أن يبتكر أي شيء. إذن أبني تعلمي أو تعلماتي، قال الله تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، إذن فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، أجيب بنعم أو لا. إذن تحدثت هذه الآية عن الإيمان بالملائكة، الفكرة الثانية الإيمان باليوم الآخر، الفكرة الثالثة الإيمان بقضاء الله وقدره. إذن من خلال قراءتنا للآيتين السابقتين يجب أن نضع أمام هذه الأفكار ما هي الفكرة الصائبة والفكرة الخاطئة. إذن إذا قلنا الإيمان بالملائكة هل هذا صحيح؟ إذن عندما نقول فجعلناه في قرار مكين وقدرناه إلى قدر معلوم فنعم القادرون، هل هذا فيه إيمان بالملائكة والإيمان؟ إذن سنقول لا، فلا علاقة بالملائكة والإيمان بالقضاء والقدر والخلق. إذن هل الإيمان باليوم الآخر كذلك؟ سنقول نعم. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي في قرار مكين إلى قدر معلوم، أن الله قدر علينا فكرة قدر علينا الأشياء فقدرنا فنعم القادرون، إنهم يحسنون إذن تنظيم الأشياء الله سبحانه وتعالى وتدبيره وملائكته للدنيا. إذن هل الإيمان بقضاء الله وقدره كذلك؟ هذه فكرة صائبة. نعم، إذن الإيمان بقضاء الله وقدره وردت في هذه الآيتين، ونضع لا في الجواب الأول ونعم نعم في الفكرتين التاليتين.